السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظامك معتمد على الذكاء الاصطناعي، انت بيبقى عندك فكرة فبتيجي تحط له الفكرة كده وتقول له يعني فكر لي في الفكرة دي، هل هي ممكن تنفع مش تنفع، فهو بيبدأ يديك اقتراحات عشان انت تحسن الفكرة بتاعتك ديت. تمام. وفي الاخر بقى بتقول له بقى اعمل لي تقرير عن الفكرة دي. ممكن مثلا عايز تعمل مشروع مثلا تربية فراخ، تربية بط، زي ما انت عايز، فبيقول لك تقرير عن الفكرة والاقتراحات عشان تحسنها وايه المشاكل اللي ممكن تيجي فيها، بيعمل لك زي دراسة جدوى كده سريعة. تمام. وبيقول لك لو انت عايز الفور ريبورت تدفع $36، بس اتوقع ان يعني المتاح كافي، فتعمل لك دراسة جدوى. فالناس اللي بتعمل دراسة جدوى تخاف. تمام. يعني هنشوف بعض المواقع ان شاء الله على القناة، اللي بيعمل لك دراسة جدوى اقتصادية، اللي بيعمل لك استشارة قانونية، اللي بيعمل لك استشارة، حاجات كتيرة جدا. تمام. وحاجات قوية وبدأ الاعتراف بيها، يعني بدأ الاعتراف بالاستشارات القانونية دي في دول كتيرة جدا زي استراليا. ممكن المكتب بتروح بدل ما يبقى فيه محامي بيقعد معاك، لا انت بتقعد مع الكمبيوتر. فدلوقتي اصبح الموقع متاح اونلاين، بتدخل تديله المشكله هو يديك الحلول بتاعتها. فالحل ان احنا بقى نطور نفسنا ونستخدم التولز ديت.